المواضيع الخاصة بالمشاكل بين الرجالة والستات، فيا حرام ليهم يوم يتيم وحيد غلبان زغنن بيجوا فيه يعرضوا وجهة نظرهم. لعادة بيسفر اليوم ده عامة بيسفر عن ولا شيء، لأن الرجالة ما عندهاش أي قدرة عن التعبير. أنا شايفة باهر الحقيقة عمال يعني إيه يمتعض من الكلام اللي أنا بقوله. منورني النهاردة وهيقدم معايا الحلقة الممثل الشاب باهر الشافعي. مساء الخير يا باهر. أهلا أهلا، مساء النور. يعني منطعد انت اه هو بص، اصل انتوا اتكلمتوا في كل حاجه. انتوا هقول لك على حاجه، انتوا فاضيين بتقعدوا تتكلموا في الطبخ، تتكلموا في تربيه الاولاد، في ان احنا على طول دايما ظالمينكوا، في ان احنا جايين عليكوا. انتوا ظالميننا. ما ليه اهو اعترف. واحنا مقصرين دايما. فما انتوا بتحبوا الكلام، احنا بتوع افعال، احنا مش بتوع كلام. ولا افعال وحياتك. ما هو اوكي ده، تعالي بقى نثبت احنا بتوع افعال ولا كلام. ولا افعال ولا بنشوف حاجه منكم خالص نهائي. كلام يقول لك انا مش بتاع كلام حلو، افعال يقول لك انا مش فاضي للكلام الفارغ ده الا ما شفنا حاجه عدله. يعني انتوا عايزين افعال وكلام، كل حاجه احنا اللي نعمل، ما بتعملوش حاجه. على هو الرجل دي هو المفروض. ايوه الراجل ايه هو اللي يعمل كل حاجه. كل حاجه طبعا. طب ما بتقارنوا نفسكم بينا ليه؟ عشان احنا بنعمل كل حاجه صح؟ ايه اللي بنقارن نفسنا بيكم؟ وانتوا طولوا رجاله تقارنوا بينا كستات؟ لا طبعا، ما دي حاجه ودي حاجه. انا انتوا ستات، اوكي احنا متفقين جدا على ده. الدخله اللي انت داخلها دي مش كويسه. الدخله اللي انت داخلها دي مش ظريفه. احنا موضوع حلقتنا، وخلي بالك موضوع حلقتنا النهارده عن التسامح، فكره التسامح بين الرجل والمراه، وممكن يوصل لانهي درجه، وان الستات عاده بطبعهم متسامحين وطيبين وغلبانين. والرجاله الشريرين. احنا اللي شريرين واحنا اللي جايين عليكم. طبعا صح كده، واحنا اللي مظلومين، واحنا اللي ظالمينكم ولا ايه؟ ده انتوا مطلعين عينينا بجد، انتوا بجد مطلعين عينينا فعلا، بعيد عن الموضوع البرنامج. لا خالص. ده انت مطلع من جوه، ده انت متضايق بجد. لا بجد، ده بجد. انت متجوز؟ لا سيبك الكلام. انت متجوز؟ لا انا مش متجوز. بس حب. بعيدا لا انا خاطب. لا خاطب. طب ما انت لازم تكون بتحب لو خاطب. لا لا على فكره، لا ده رايي حتى قبل الخطوبه على فكره. يعني ده حاجه لابد منها. لكن انتوا فعلا انتوا صعب انكم تتفهموا. انتوا عارفين حاجه زي كده، وانتوا عارفين ده على فكره، ان انتوا صعب ان انتوا تتفهموا. شوف هقول لك على حاجه، هي الحياه ايه من غير تحدي؟ لا هو مش تحدي، ده تعب. لا من غير حاجه كده تتحدى فكرك. ده تتحدى ذهنك. حلو. احنا بنجبرك انك تشغل مخك عشان تتعامل معانا. احسن من كده ايه؟ انتوا كده بتساعدونا يعني. طبعا. طب نفترض جلت مني وما فهمتش، يعني ما عرفتش، المره اللي بعدها ان شاء الله تتحسن. حلو، يعني انا يبقى ليا فرصه تانية. بنرفع دايما السقف. امال ليه بقى انت بطلت تحبني؟ انت ما بتفهمنيش ليه بقى؟ بنقفلها من اول مره، ما ندي لبعضينا فرصه. وماله، الفرصه موجوده، المهم اللي يعرف يقتنصها. اوكي ماشي تمام. هنشوف كده مين اللي هيقنع.